بسم الله، ايه الاختلافات الاساسيه بين بيم ليفل 2 وبيم ليفل 3؟ بيم ليفل 2 ده اللي اتحقق لغايه دلوقتي، وده من في بريطانيا انجلاند من ابريل 2016 اجباري ان انت لازم تسلم بيم ليفل 2، وواضح فيه الاكواد وناس وشغالين بيه ومفيش مشكله خالص. تمام. في بيم ليفل 3 المفروض ان هو في 2019 او 2020 هيبقى اجباري، يعني ما ينفعش تسلم الشغل بتاعك البلديه الا وهو بيم ليفل 3. تمام. في بيم ليفل 2 بيبقى عندك اكتر من موديل سيبريت، ويبقى فيه ادوات للكولابريشن او لتبادل المعلومات. هنا في البيم ليفل 3 الشغل كله هو بيم موديل واحد، وفي كل المعلومات اللي انت عايزها، وتقدر تعمل عليه 3 دي وال 4 دي وال 5 دي وال 6 دي. ده المفروض يحصل، بس لغايه دلوقتي مفيش اي سوفت وير بيعمل كده. في بيم ليفل 2 بيبقى في كولابريشن، تبادل للمعلومات. هنا بقى المفروض انتليجنت، بيبقى المفروض في بيم ليفل 3 مفيش تبادل معلومات، ده هم كلهم موجودين في حته واحده، هو كله الموديل، مش محتاج ان انا اقعد اعمل امبورت واكسبورت. في بيم ليفل 2 ديزاين انفورميشن شيرد من خلال كومن فايل فورمات، في بعض الحاجات المشتركه. هنا بقى في بيم ليفل 3 المفروض ان الشغل كله على الاي اف سي، او ده اللي احنا متوقعين او ده اللي احنا منتظرينه. فدي اهم الفروق بين بيم ليفل 2 وبيم ليفل 3.